الله، هل يجوز للمرأة المحدة أن تستعمل الشامبو والصابون المعطر؟ الذي ما فيه طيب لا بأس، المحدة تتنظف وتغتسل وتسرح شعرها لكن بغير الطيب، تستعمل المواد المنظفة من صابون أو سدر أو شامبو ليس فيه طيب ما في مانع. وليس الأمر كما هو في الجاهلية أنها تترك التنظف وتتراكم عليها الأوساخ والروائح. نعم.